السلام عليكم متتبعي قناة فيزا فواج ماروك، مرحبا بكم في فيديو جديد موضوع جديد. اليوم غنهضرو على واحد جوج ديال الدول اللي بداو الفيزا السياحة ديالهم. هو انه انا كنت كتبت لكم في انستغرام اللي راه غنهضرو على البرتغال بطبيعة الحال وبولونيا. بولونيا الاخوان هي باش غادي نبداو بولونيا فيزا السياحة بداو. كما كتعرفوا القنصلية ديال بولونيا فين تيحطو الدوسي كاينة في شارع عقبة في مدينة الرباط، يعني المغرب كله تيدفع في مدينة الرباط. هما تيخدمو القنصلية ديال بولونيا تيخدمو اثنين وثلاثة ولا ربعة، الخميس ما كيخدموش وكيخدمو الجمعة. بالنسبة للناس اللي مثلا كانوا دفعوا دوسي ديال الكونترا أو لا زواج أو لا سياحة وترفضات لهم الفيزا، ملي تكتب ركون راه كيستقبلو ما بين 8:30 حتى 9:30، يعني جيتي خارج هاد التوقيت هذا راه ما غاديش ياخذ عندك الركون. بالنسبة لديبو ديال الفيزا دون مود دو فيزا تيبداو من 9:30 حتى 2 ديال النهار، يعني من 9:30 حتى 2 ديال النهار تما فين كتقدر تحط الدوسي ديال الفيزا ديالك كيما بغا يكون، زواج، قراية، سياحة، كونترا ديال الخدمة. بالنسبة باش تريكوبيري باسبور ديالك من 2:00 حتى 3:00، هذا هو التوقيت باش خدام. يعني الاخوان فيزا السياحة ديال بولونيا انا دخلت مؤخرا وشفت بلي لي رونديفو فيزا شينغن تيب سي، تنهضر على فيزا سياحة بالنسبة لبولونيا في مدينة الرباط. دابا راه مكاينش لي رونديفو، حيت قال لي كاع لي رونديفو اللي كانوا تحطو راه تريزيرفو، يعني من بعد ان شاء الله تشوف عاوتاني الى تلقاو لي رونديفو وغتاخذ رونديفو ديالك. بالنسبة للوثائق تيبقاو هما مكيتبدلوش نهائيا، كاين واحد 90% مكيتبدلوش الوثائق. تيبقى المشكل في داك الفورميلار كيفاش كل واحد وكيفاش كيعمر، هو راه نفس المعلومات ولكن كل فورميلير كل بلاد والفورميلير ديالو. دابا غادي ندوزو بالنسبه للفيزا السياحه ديال البرتغال اللي بزاف ديال الناس كيسولوني في واتساب اولا في انستغرام، خويا الى بدات البرتغال قولها لنا. ديجا قلت لكم الاخوان اللي بغى يتابعني في انستغرام غادي نلقى فيه معلومات على شكل ستوريات بالنسبه لجميع الفيزات والوثائق اللي كيطلبوا الى اخره، المهم معلومات اللي تقدر تفيدكم وتفيد صحابكم. بالنسبه لفيزا السياحه كما كتعرفوا في البرتغال كيدفعوا فيفيس جلوبال اللي كاينه في مدينه الرباط او الدار البيضاء، يعني المغرب كامل تيعزل فين يمشي يدفع، ما كاينش على حسب الباسبور ولا على حسب الخدمه، يعني على حسب لادريس. بغيتي تدفع في الرباط كتدفع في الرباط، بغيتي تدفع في كازا كتدفع في كازا، يعني انت اللي بغيتي. ولكن الاخوان كازا باقي ما خدامينش، باقي ما كاينش فيزا سياحه حاليا غير من مدينه الرباط ولكن بشروط محدده، ماشي اجي ودفع. يعني الا بغيتي تسحب الدوسي ديالك كاين شروط اللي خاصك تتبعو. انا نعطيكم واحد المثال، المانيا كانوا حلوا فيزا السياحه، شنو قالوا؟ قالوا لي بنادم اللي ملقح في سينوفارم جوج جرعات وملقح بوحده جونسون اولا موديرنا اولا فايزر راه ما غاديش يتقبل لي الدوسي، يعني ما غاديش يمشي يحط الدوسي، غادي يحطو زعما في التآلف ممنوع. هادشي اللي داير البرتغال، ولكن انا ما عيطتش ليهم واش يكونوا ديك موديرنا اولا ديك فايزر اولا جونسون تكون ملقح، واش خاص تكون ملقح بجوج جرعات ولا غير بوحده. هنا مازال ما تاكدتش مزيان، ولكن غالبا خصهم يكونوا جوج جرعات، يعني الا كنتي ملقح بجوج ديال سينوفارم وحده ديال فايزر مثلا محال واش يدوز لك الدوسي. ان شاء الله غنحاول ما امكن نتصل بسونتر دابيل ديال فيفيس جلوبال باش نسولهم على هذه المعلومه هذه، حيت كما كتعرفوا 90% ديال المغاربه ملقحين سينوفارم والثالثه فايزر، يعني واش هما كيطلبوا جوج فايزر ولا جوج سينوفارم وحده فايزر دايزا. حتى لهنا مازال ما جبتش المعلومه الصحيحه باش ما نقولش لكم راه جرعه وحده كافيه وتهز الدوسي ديالك تمشي حتى لمدينه الرباط وتحط الدوسي، مع العلم انه كما قلت لكم غير مدينه الرباط بوحديتها اللي لاحين هادشي ديال الفيزا ديال البرتغال. كازا باقي ما خدامينش حيت كاينين جوج ديال لي سونتر في المغرب، يعني الا كنتي ملقح جوج ديال جونسون اولا جوج ديال فايزر كنتي دبرتي عليهم شي جهه راه تمشي تحط الدوسي ديالك بدون ادنى مشاكل، والرونديفو تيكون كاين في شهر 4. اخر مره طليت كاين 25 شهر 4 والوراق والوثائق راه تيبقاو هما. هادشي اللي كان اخوان بالنسبه للبرتغال، حيت بزاف ديال الناس تنشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي تيبقاو يقولوا مواعيد سياحيه البرتغال خويا دوز بريف حتى غتصنع ليه قربوله. راه الا ما كنتيش شرح ليه مزيان قول لي خويا انت بغيتي رونديفو ديال البرتغال واش ملقح جوج جونسون ولا فايزر ولا شي حاجه بحال هكا شي
فاكسان اللي معترف به من طرف وكاله الادويه الاوروبيه او منظمه الصحه الاوروبيه. اجي اخويا مرحبا، ماشي انت تبقى تقدم في المنفعه عباد الله، اجي ناخذ لك رونديفو ماشي خلص، هو جاي من ورزازات ولا من فاس ولا من مكناس ولا من طنجه، وغاجي حتى الربه الخربه غادي يشد فيها الطوسي ديالو. صرح ليه مزيان شنو خصو يدير، كان بامكانه يدفع تبارك الله، ما كانش بامكانه بلا ما تصطح في عباد الله وتقول لهم راه كاين رونديفو تاخذوا ليه ويمشي يخلص ويخلصك انت ويخلص المازوت ويخلص الرونديفو ويخلص. جاب الله فلوس الفيزا ما غاديش يخلصهم تما حيت غادي يردو، ولكن بارك عليه غير داك الكافيطا اللي غادي يضرب من مدينه بعيده الى مدينه الرباط. هادشي اللي كان يا اخوان بالنسبه للمواعيد ديال البرتغال وديال بولونيا. الدول الاخرى الشرقيه الاخوان اللي كيسولوا عليها الناس، انا ما تنخدمهمش نهائيا، هذيكم بعاد عليهم. راه بزاف ديال الناس كيسولوني على استونيا لاتفيا حتى اليونان، ديال اليونان وما تنخدمهاش انا، لا ماشي حيت صعيبه، ولكن انا ما تنبغي تكونسونطر على حاجه وحده، مثلا فرنسا الانجليز امريكان كندا اسبانيا المانيا ايطاليا، الحاجه اللي تيدفعوا ليها بزاف ديال الناس. كاين اللي تيسول حتى على فيزا ديال باكستان، المغاربه ما تيخليو ما خلاو حتى شي قنت، وحق الله العظيم الا واحد خيتي واحد النهار قالت لي فيزا ديال باكستان فيزا سياحه، مع العلم انه هاد الفيزا هادي كتكون فيزا الكترونيك يعني كت مهم. اي الاخوان نتوما باش نعطيكم واحد المعلومه ديروها في بالكم، اي فيزا بغيتو اول حاجه شنو كديروا، كتدخلوا للسيت ديال لومباساد ديال هذيك البلاد اللي كاينه في المغرب، مثلا لومباساد ديال بولونيا، كتدخل كتبقى تشيرشي تقلب على المعلومه الصحيحه، حاولوا ما امكن ديما تاخذوا المعلومه الصحيحه من السيت ديال السفاره ديال ديك البلاد اللي انت باغي تسافر لها، حيت الا دخلتي دي سيت وحدين اخرين يقدو يلوحوك تبقى تقلب، وصحابك هذاك هو السيت الاصلي، تدفع اونلاين مثلا وتخلص لي فري الفيزا اونلاين وغادي يديو لك الفلوس والله كريم. دونك من الاحسن اي معلومه بغيتوها حاولوا ما امكن تدخلوا السفاره ديال هذيك البلاد اللي غادي تدفعوا لها الفيزا باش تاخذوا فيها معلومات. انا كنهضر على ديك الدول الغادره، ما تنهضرش على فرنسا باينه، ودخل على اليوتيوب راه تاخذ معلومات اضافيه معلومات مزيانه، تنهضر على ديك الدول الاخرين بحال باكستان اذربيجان بزاف بزاف ديال الدول. هادشي اللي كان الاخوان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، حاولوا ما امكن قبل ما تدفعوا حتى شي فيزا، قبل ما تدفعوا شي فيزا ديال شي بلاد حاولوا ما امكن تعرفوا الشروط، حيت دابا راه الشروط هما اللي تيحددوا واش تقدر تدفع الفيزا ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.